نزل الفيديو لانه كان ما بدي اياه ابدا ينزل، واصر انس انه ينزل الفيديو على قناته على اليوتيوب. بس مع انه يا جماعه يعني اللي صار وياي شيء مو قليل. مريضه كثير مريضه. عزة زعرور شاركت عدة ستوريهات جميلة من بعد وصولها للمالديف لمغامرة جديدة مع زوجها ياسين، وشاركت هاي الصور فور وصولها وعلقت في المالديف عن جد، وكنت دائما أشوفها بالصور وانذهل بس لسه على الواقع أجمل. طالعين Thank you so much. هنطلع هلأ رحلة في القارب التقليدي تبعهم اللي هو اسمه دوني. مريم ومن بعد ما شاركت هالستوريهات الحزينة وهي عم تبكي بالطيارة قبل يوم بسبب فقدانها لشي ثمين بالنسبة لإلها، كشفت بآخر فيديو نزل على قناتها على يوتيوب بعنوان سافرت لحالي وضاع أهم شي بحياتي، أنه اللابتوب تبعها الجديد ضاع منها بالمطار بدبي، وكشفت أنه هاللابتوب يحتوي على كل ملفاتها الخاصة بعملها بالسوشيال ميديا من صور وفيديوهات وأيضا كل شيء خص دراستها، وحاولت تسترجعه من بعد ما اكتشفت أنها مضيعته، وأنهت الفيديو بهاي العبارة: حتعرفون كل شيء بالفيديو الجاي، أحبكم كل شهواي. شو تتوقعوا وين صار لابتوب مريم؟ يعني طلعنا ترند بكل مكان يا جماعة، جد فجرنا الدنيا اليوم. فشكرا حبايب قلبي على دعمكم المستمر، وشكرا على كل كلمة تكتبوا لياها جديات، واللي يقول لي مريم حمد على السلامة، ويقول لي مريم زعلين، واللي يطبطبون علي. مع انه يا جماعة يعني اللي صار وياي شيء مو قليل، التوتر اللي عشته بهاي اللحظة. فأحبكم والله. أنس مروة وبهالستوريهات على انستغرام عايد بنات أخوه يمان نايا وليان بمناسبة عيد ميلادهم، وكتب: عيد ميلاد سعيد بيبيز، اشتقت لكم وبحبكم كتير. أبو الربع عم بيحمس متابعينه لفيديو الخاص بمناسبة 4 مليون مشترك على يوتيوب، وكشف أنه أفضل فيديو بقناته وأكثر فيديو كلفه فلوس، من بعد ما أعلن عن فكرة الفيديو واللي حتكون توزيع آيس كريم لكل متابعينه بالأردن بهالمناسبة. فيديو بكرة على يوتيوب إن شاء الله من أحلى فيديوهات قناتي حيكون، وأكثر فيديو كلفني فلوس بحياتي، صراحة يستحق المشاهدة، ويعني بدي كل حد يحضره اللي هو فيديو 4 مليون. أنس الشايب نزل هالستوري المفاجئة على انستغرام واللي كان إعلان لفيديو قادم على قناته على يوتيوب، واللي كانت بيسان مانعته من تنزيله، وعلق أنس بي: شو تتوقع عملت معي أم بيسان؟ طردتني من بيتها أو رفضت أغنية خفي علينا؟ وعلقت بيسان على هالستوري بي: يعني مصر أنك تنزله؟ والفيديو كان عبارة عن مقلب من أنس وبيسان لأم بيسان، ونزل على قناة أنس الشايب وحقق 500,000 مشاهدة خلال 3 ساعات فقط من تنزيله. وبالحديث عن بيسان إسماعيل، فرجعت بستوريهات جديدة على إنستغرام من بعد غياب لمدة، واعتذرت عن هذا الغياب بسبب انشغالها بالعمل على شغلات جديدة. هاي حبايبي كيفكن؟ أنا بعرف إنه صرنا غايبين فترة عنكن، بس كنا كتير مشغولين بالشغلات. المهم اليوم عم نصور فيديو مع شخص ما بعرف إذا حتحضروه، اكتبوا لي هون مين الشخص اللي بتتوقعوا منصور فيديو اليوم معه. وبس كون كتير اشتقت لكم كتير، وأنا كتير آسفة على الغياب. عائلة مقداد احتفلوا بزواج ابنهم الوليد، فشاركوا عدة ستوريهات من العرس وفيديو كامل على يوتيوب نزل بعنوان أحلى اللحظات في حفل زفاف وليد ونور زفة العرس. هايلا تي في كشفت عن أغنية جديدة وفيديو كليب جديد بشكل رسمي رح ينزل يوم الخميس المقبل بآخر فيديو نزلته على قناتها على يوتيوب، وحمست الجمهور لمفاجآت كبيرة جاية بالطريق. أما غيث مروان فشارك أول صورة له بالبيت الجديد بدبي، وشارك ستوريهات أيضا من هناك ولكن كانت شوي مرعبة. شوفوا تايم شو كان جايب لي. هلو جايز، مكتوب هلو جايز. طبعا هذا تايم زمان لما كان صغير، وبس هشيلهم هدول بس لما يجي الجيمينج. يلا ما اتركنا عليه، قلت على اليوتيوب بس ما قلت على الانستغرام، واللي هو انه صرت كمان نزل فيديوهات على 360 فيوز. بس الاح شكله جبيت على الجد بوكس. نارين بيوتي تفاعلت مبارح بستوريهات انستغرام بفعالية جديدة، وكشفت سبب غيابها وهو المرض من بعد ما مرض شيرو اخر فترة. اشتقتولي وانا كمان اشتقتلي،
امزح كثير اشتقت لكم، بس المشكله اني انا مريضه كثير مريضه. وحطت بوكس اسئله وكتبت عليه اشاعه سمعتوها عني. فالسؤال الأول كان: تخانقتي مع إخواتك وما خليتيهم يحضروا لحفلة الـ 12 مليون. وأجابت نارين بمزح وعلقت: مو بس هيك، قلعتهم كمان. والسؤال الثاني كان: في مفاجأة كبيرة عم تعمليها. وأجابت نارين بي: هاي مش إشاعة، يعني عم بتحضر لمفاجأة كتير كتير كبيرة جاية بالطريق. والسؤال الثالث كان: أنت مرتبطة بواحد بالسويد سرا. وعلقت نارين بي: كيف حبيبي بالسويد وأنا بدبي؟ والسؤال الأخير كان كأنه نارين متزوجة. وأجابت نارين: لسه بكير.